سامعيني؟ اه دكتورة سامعينك. تمام. سريع جدا، بس خلينا نستذكر اللي مرقنا عليه بالمحاضرة الماضية. طبعا المحاضرة الماضية بلشنا ندرس الفاكتور الفيزيكو كيميكال فاكتور اللي هي بتأثر على البايو افيلابيلتي تاعت الدرج، لكن احنا بيزيكلي اصلا ارجع اذكركم حكينا انه هدول الفاكتور قسمناهم الى 3 مجموعات اللي هي فاكتور بتأثر على الديسوليوشن ريت، some of them عبارة عن physiological factor درسناها بالتفصيل، و some of them عبارة عن drug factor كمان درسناها عندي بالتفصيل. المجموعة الثانية اللي بتأثر من الفاكتور على البايو افيلابيلتي تاعت الدرج اللي هي عبارة عن فاكتور which is affecting basically على الابزوربشن تاع الدرج من الجاسترو انتستينال تراك اللي هي اسفل اللي بتأثر على الكونسنتريشن تاع الدرج بالجاسترو انتستينال تراك. كمان تعرفنا عليها المحاضرة الماضية اللي هي basically بتشمل عندي 4 فاكتور: الكومبلكسيشن فينومينا تاعت الدرج، الابزوربشن تاع الدرج، اند اوسو المايسيلر سوليبلايزيشن تاع الدرج والكيميكال ستابيليتي تاعت الدرج. بالنسبه عندي للمين اذر فاكتور اللي هي بتاثر على البايو افيلابيلتي تاعت الدرج اللي بتشكل كاتيجوري مختلفه تماما ان شاء الله بدنا نناقشها بمحاضرتنا اليوم، اللي هي فاكتور بيزيكلي دايركتلي افكتنج على الابزوربشن تاع الدرج. طبعا هاي الفاكتور بتاثر دايركت على الابزوربشن تاع الدرج، بتنقسم عندي الى سبيسيفيك 3 او 4 فاكتور كمان حنتعرف عليهم. قبل ما اروح وادرس المين فاكتور اللي بتاثر عندي على الابزوربشن تاع الدرج اللي هي بتحكم ليتر اون البايو افيلابيلتي تاعت الدرج، زي ما حكيت انا درست وغطيت كل انواع الفاكتور اللي هي كانت بتاثر عندي على سواء الكونسنتريشن اللي بيكون موجود عندي في الجي اي تراك من الدرج، او الفاكتور اللي بتاثر عندي على الديسوليوشن ريت. هلا فاينلي اكوردنج لهدول الفاكتور انا لازم اوجد طريقه اعمل من خلالها ايفالويشن للريت تاع الديسوليوشن تاع الدرج لحتى اعطي انديكيشن للسج فاكتور اللي احنا غطيناها. بالنسبه عندي للمين ميثود اللي بنستعملها عاده تو ايفالويت الديسوليوشن تاع الدرج، طبعا باي فاريبل تايب اوف الدرج برودكت which is main method that is stated by الفارماكوبيا، وفعليا هي stated by الـ USP فارماكوبيا. Usually هاي الميثود اللي هي جاء ذكرها في part من الفارماكوبيا الذي يعرف عنها بالمونوغراف which is gave a specific procedure. هاي البروسيجر بيكون الهدف منها انه احنا نعمل evaluation للباتش تو باتش consistency regarding the dissolution تاع الدرج برودكت. هلا اكوردنج لهدول البروسيجرز اللي هم البروتوكول اللي اجوا للديسوليوشن تيستينج في الفارماكوبيا المونوغراف، اذا كان فاريبل تايب اوف الدرج برودكت عم بعمل عليهم الديسوليوشن تيست حسب المونوغراف تاع الفارماكوبيا، بحيث انه هدول الدرج برودكت، وهون الدرج برودكت ارجع اذكركم انا عم بقصد فيهم فاريبل تايب اوف ذا دوزج فورم، ولكن هدول الفاريبل تايب اوف ذا دوزج فورم بيحتووا عندي على نفس الدرج، بيحتووا عندي ليتس سي مثلا فور اكزامبل اوسو ذي سبوز تو بي كونتيننج ذا سيم دوزز من الدرج. هلا اذا they are providing an same dissolution characteristic بالرغم من انه الدرج برودكت كانوا مختلفات، هذا يعني انه هدول الدرج برودكت later on inside the body they will be providing the same performance inside the body. تمام. بالنسبه عندي للمين مين تيست اللي اعطتني اياهم اليونايتد ستيت فارماكوبيا فور الستادينج اوف ذا ديسوليوشن كاركترستيك تاعت الدرج برودكت اللي هي اعطتني ميثود تعرف عنها. اول شيء قبل ما اعطي الميثود يوجوالي ان فيترو احنا لحتى نعمل ايفالويشن زي ما حكيت للديسوليوشن كاركترستيك تاعت الدرج برودكت انا الجا عندي الى ديفايس يعرف عندي بالديسوليوشن تيستر، هذا هو الديسوليوشن تيستر بدي احكي فيه الكاركترستيك بتاعته. هلا
according للسبيسيفيكيشن تاعت اليو اس بي فارماكوبيا الديسوليوشن تيستر بيشمل عنا تو بارت اللي هو يا اما بيشمل عندي البدل ميثود او بيشمل طبعا اسفه هي هي البدل ميثود او ممكن يشمل عندي ايش ممكن يشمل عندي الباسكت ميثود. تمام دقيقه بس بدي اعمل انضمام لوحده من زميلاتكم عم بترن علي. تمام نرجع لموضوعنا. اذا زي ما حكينا بيزيكلي انا اكوردنج لليو اس بي، اليو اس بي زي ما حكت المين تيست اللي بستعمله تو ايفالويت الديسوليوشن كاركترستيك تاعت الفاريبل تايب اوف ذا دراج برودكت اللي هي الديسوليوشن تيستر. حكيت الديسوليوشن تيستر بيزيكلي بيعتمد عندي اليوزز اوف تو ديفرنت بارت to evaluate the dissolution characteristic يا إما بستعمل عندي الباسكت ميثود أو ممكن نستعمل ما يعرف عندي بالبدل ميثود. طبعا الـ USB specify الباسكت ميثود as method 1 يعني إذا رجعتوا للمونوغراف تعون الفارماكوبيا أحيانا لما بتقرأوا بالدسوليوشن بروتوكول بحكي لكم مثلا use method USB method 1 ف USB method 1 هون أنا أقصد فيها الباسكت ميثود و USB method 2 اللي هي أقصد فيها عندي البدل ميثود. تمام بيزيكلي انا هذا التست يعتبر عندي كلوز سيستم تست. ليش كلوز سيستم تست؟ لانه يوجوالي الفوليوم تاع الميديا اللي بختبر فيها الديسوليوشن كاركترستيك تاعت الدرج اتس فيكست فوليوم ما بيتغير عندي اللي هو كميته عاده بتتراوح تقريبا از مينيمم ما بين 500 مل ماكسيمم توصل عندي الى 1000 مل. تمام 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 دكتور. هلا ان جنرال في الديسوليوشن تيستر نرجع نركز على الجهاز. بالديسوليوشن تيستر مبدا الايفالويشن او مبدا البروسيجر تاعتي في الجهاز بيكون موجودة عندي large glass vessel اللي احنا شايفينهم هون هدول بسميهم glass vessel. هدول الglass vessel عادة بعبيهم عندي بالdissolution media والdissolution media هذه زي ما حكيت الفوليوم تاعها fixed اللي هو بتراوح ما بين 500 إلى 1000 يعني مش كل vessel بعبي فيه variable volume لا إذا اعتمدت 500 إذا كل الفيسل لازم تتعبى ب 500 مل أو إنه كل الفيسل بتتعبى عندي مثلا for example عندي ب 1000 مل in between كمان ممكن أستعمل يعني ممكن even أجي أعبي الفيسل عندي هدول ب 900 مل ب 800 مل ولكن whatever الفوليوم تاع الديسوليوشن ميديا اللي حددته البروتوكول تاع الفارماكوبيا هو the same fixed volume which is should be filled in all of the vessel تاعون الديسوليوشن تيستر. طبعا هذا الديسوليوشن تيستر اللي هو اسفه الفيسلز في الديسوليوشن تيستر اللي هي معبايه عندي بالديسوليوشن ميديا بنعمل امبيدنج للبدل او امبيدنج عندنا للباسكت بارت ميبي الباسكت بارت. هلا الدوزج فورم تاع اللي بدي اعمل ايفالويشن للديسوليوشن كاركترستيك تاعته الدوزج فورم ات ويل بي انكلوزد في قلب الباسكت لكن لو انا حستعمل بدل في البدل هون انا بعمل دروبينج عندي للدوزج فورم دايركتلي تو انسايد ايش تو انسايد الفيسل ويتش از فيلد باي الديسوليوشن ميديا. يعني مثلا لو بدي اعمل كاركترايزيشن للديسوليوشن فور تابلت باي بدل بجيب التابلت تاعتي بجيب وان سنجل تابلت مباشره بعمل له ثروينج تو انسايد الفيسل المملوءه عندي بالديسوليوشن ميديا ذن ليتر اون بعمل اميرسينج لا البدل تو انسايد هاي البسر. لكن let's say مثلا لو بدي اعمل characterization للديسوليوشن by using الباسكت ميثود في الباسكت ميثود لا انا الباسكت هاي بتكون عندي opened يعني ممكن افتحها سو انا بعمل dropping للتابلت تاعتي طبعا بتكون الباسكت اوتسايد بالاول فانا بعبي التابلت تاعتي one single tablet في قلب الباسكت ثم الباسكت هاي which is filled by a single tablet باجي بعمل لها immersing في قلب الفيسل which is filled by the dissolution media وباي ذا واي
يعني عشان لا يخطر الى ذهنكم انه انا ممكن استعمل الباسكت والبدل الاثنين مع بعض باي ذا سيم بروتوكول اوف ذا سوليوشن تيست. لا، فعليا انا يا اما بستعمل البدل يا اما بستعمل الباسكت في كل الفيسل، لكن انه انا بعض الفيسل يكون فيها باسكت وبعض الفيسل يكون موجود فيها بدل هذا ما بيصير عندي. تمام؟ اذا البروتوكول بيكون موحد عندي، اللي هو موحد من ناحيه ايش؟ موحد من ناحيه الفوليوم تاع السوليوشن ميديا اللي حيتعبى في كل الفيسل، هيكون موحد من نوعيه فعليا الميثود اللي عم بستعملها للسوليوشن، هل هي باسكت ميثود هل هي بدل ميثود، مش ميكس بين الاثنين. هيكون موحد عندي also اللي هو regarding ال التايب تاع الدسوليوشن ميديا باي اتسلف اللي بعبي فيه الفيسل اللي هعمل من خلالها كاركترايزيشن للدسوليوشن تيست للدسوليوشن كاركترستيك. اسفه، هلا نرجع لموضوعنا. هلا بعد ما عملت فعليا immersion للباسكت او البدل انسايد الفيسل اللي معباي في الدسوليوشن ميديا، هاي البدل او هاي الباسكت زي ما انتم شايفينها بتكون ماسكه عندي على بارت من الجهاز which is مسؤول انه يعمل روتيشن للبدل او روتيشن للباسكت in order انه يعطي string steady motion. يعني ايش string steady motion؟ يعني بمعنى انه الروتيشن تاع الباسكت بارت والبدل بارت بيكون بسرعه ثابته لن تتغير during التايم انترفال تاعت الدسوليوشن تيست كامله. يعني مثلا لو انا بدي ادرس الدسوليوشن بروفايل لمده ساعه، لازم تبقى عندي السبيد تاعت الروتيشن تاعت البدل، وايفن لو انا عم بستعمل بدل باسكت لازم تبقى الروتيشن سبيد عندي اللي هي عباره عن ستيرنج روتيشن، يعني بتلف دوره كامله عندي هيك، ولكن باي كونستانت سبيد. يوجوالي انا بعمل لها ادجستمنت before starting of the test حسب اللي هي الكنترول يونت اللي موجوده عندي هون على الجهاز. هلا هدول الفيسلز اللي عبيت فيهم الدسوليوشن ميديا بعمل لهم immersing، او زي ما انتم شايفين اوريدي اصلا بيكونوا immersed موجودات في قلب water bath، وهو عباره عن temperature controlled water bath. ويوجوالي عاده التمبريتشر adjusted هون على الووتر باث، في الووتر باث اراوند الفيسل بيكون فيكست يوجوالي على درجه حراره 37 ديجري سيليزيس بلس ماينس 2 تو اسيميوليت البادي تمبريتشر، لانه انا بالاخير بدي اعمل ايفالويشن للدسوليوشن كاركترستيك تاعت الدرج برودكت اللي هي كانه عم بيصير الدسوليوشن تو انسايد البادي. لذلك انا بدي اعمل اسيميوليشن لنفس الكونديشن اللي بتكون موجوده عندي انسايد ذا بادي. تمام تمام دكتور. طيب هلا ان جنرال الميثود 1 والميثود 2 which is stated by the United States Pharmacopoeia هما عبارة عن الموست كومون ميثود التي تستعمل عادة للإيفاليويشن تعون الإميديات ريليز سوليد دوزج فورم. لاحظتوا أنا إيش حكيت؟ إميديات ريليز سوليد دوزج فورم. يعني إيش إميديات ريليز سوليد دوزج فورم؟ يعني مثلا لو بدي أعمل إيفاليويشن للدسوليوشن كاركتريستيك تاعت خليني أحكي compact tablet which is not coated tablet مباشرة، يا إما بستعمل بدل method 1 method 2، أو إذا بدي أعمل evaluation مثلا for example إلى hard gelatin capsule which is normal hard gelatin capsule أو normal soft gelatin capsule، كمان بستعمل عندي هون اللي هي method 1 and method 2. لكن لو كان الأورال solid dosage form تاعي هو عبارة عن coated solid dosage form باختلاف نوع هذا solid dosage form، هون في عندي other method أعمل فيها evaluation لإيش؟ للdissolution characteristic تاعت هذا type of the solid dosage form. إذا نحن متفقين حاليا إنه الميثود 1 ميثود 2 اللي هي الباسكت ميثود والبدل ميثود which is stated by the United States Pharmacopoeia عادة بنستعملهم most commonly لحتى أعمل فيهم characterization للdissolution characteristic تاعت الimmediate release solid dosage form. تمام؟ تمام. طيب هلا بالنسبه عندي لل التايب او الاذر زي ما حكيت الاذر الترناتيف ميثود، لو انا مثلا في عندي immediate release solid dosage form
oral solid dosage form بدي أعمل evaluation of the solution characteristic تاعته، ولكن بدي أستعمل other method rather than method 1 وميثود 2 اللي أعطتني إياهم United States Pharmacopoeia. فعليا أنا لا ألجأ إلى alternative method إلا في حالة واحدة، إذا وجدت أنه method 1 and method 2 which is stated by United States Pharmacopoeia it is not efficient إنه هي تعمل characterization عندي لل solution characteristic. إذا The first choice of the method which is used to evaluate usually a dissolution characteristic تاعت الأورال الإيميديات ريليز أورال سوليد دوزج فورم هي ميثود 1 وميثود 2 which is listed by United States Pharmacopoeia. هلأ نيجي على نقطة اللي هي الدسوليوشن ميديا. حكيت لكم أنا basically في هذا التست الهدف إنه أنا أعمل a simulation للكونديشن اللي بصير عليها dissolution للدرج inside the body، صح؟ صح دكتور. تمام. هلا الميثود هاي لازم تعمل a simulation فعليا لشغلتين، لازم تعمل a simulation للتمبريتشر exactly like the temperature اللي موجود inside the body، وحكيت لكم انه انا حليت هاي المشكله لانه already حكيت الديزاين تاع الجهاز فعليا تاع الدسوليوشن تيستر البسل بتكون kept inside water bath التمبريتشر تاعه كنترول على 37 درجه مئويه بلس ماينس 2، فانا هيك عملت a simulation للبادي تمبريتشر. الشيء الثاني اللي لازم اعمل اسيميوليشن له، اسيميوليشن يعني ايش؟ يعني احاكيه اعطي نفس الايفكت تاعه. الشيء الثاني اللي لازم اعمل له اسيميوليشن inside the body اللي هو طبيعه الميديا اللي بيصير فيها ديسوليوشن للدرج انسايد الدايجستيف سيستم. طبيعي جدا انا ليه اجيت على الدايجستيف سيستم؟ لانه انا حكيت انه هاي الميثود عاده بنستعملها الايفالويشن تاعون الايميديات ريليز اورال سوليد دوزج فورم. طب اي اورال سوليد دوزج فورم وين راح يصير الديسوليوشن والابزوربشن تاعه؟ وين راح يصير؟ بالدايجستيف سيستم. وين؟ بالدايجستيف سيستم. مش سامعه يا نور، عم بقطع صوتك. عم اقول بالدايجستيف سيستم؟ راح يصير بالدايجستيف سيستم عندي، راح يصير عندي بيزكلي بتو بارت من الدايجستيف سيستم، يا اما بده يصير في الاستومك يا اما بده يصير بالسمول انتستين، صح؟ صح دكتورة. لذلك الديسوليوشن ميديا اللي لازم استعملها هون اللي هي عبارة عن ديسوليوشن ميديا اسيميوليت السكريشن تاعت الدايجست تاعت الانتستين او السكريشن تاعت الجاستريك فلويد. تمام. هلا الديسوليوشن ميديا هذه، الديسوليوشن ميديا هذه زي ما حكيت هي اسيميوليتنج ريبريزنتيتيف للفلويد اللي بيكونوا موجودات عندي في الجاسترو انتستينال تراكت، وبيزيكلي بركز على تو بارت اللي هي الفلويد اللي بتكون موجوده عندي بالستومك او الفلويد اللي بتكون موجوده عندي بالانتستين. تمام. هلا ان جنرال انا قيمه البي اتش فاليو، قيمه البي اتش فاليو اللي موجوده عندي في الانتستين والبي اتش فاليو اللي موجوده في الاستومك they are variable from each other. يعني انا مثلا في الجاستريك فلويد في منطقه الاستومك هلاحظ انه قيمه البي اتش فاليو تاعت الميديا it is very acidic، صح؟ صح دكتور. تمام. هلا ال also الفلويد اللي بتكون موجوده عندي في منطقه الاستومك بيكون usually موجود فيها عندي also bile secretion. تمام. تمام. لكن الفلويد اللي بتكون موجوده عندي في منطقه الانتستين، الفلويد اللي بتكون موجوده في منطقه الانتستين almost هاي الفلويد فعليا بتكون عندي الكالاين باي اكوردنج البي اتش فاليو تاعتها، صح؟ صح دكتور. تمام. وتخلو عندي فعليا من البايل سكريشن. تمام. هلا بالاعتماد على هدول الكونسبت اذا انا اصبح عندي فعليا المين ديفرنسز ما بين
الجاستريك فلويد والانتستينال فلويد هو قيمة البي اتش فاليو اللي موجودة في الجاستريك فلويد وقيمة البي اتش فاليو اللي موجودة للانتستينال فلويد بلس عنا الاذر سكريشن الموجودات في الجاستريك فلويد. في الجاستريك فلويد بلاقي موجودة عندي باي سكريشن، في الانتستينال فلويد فيش عندي باي سكريشن. هلا ان جنرال اولسو قيمة البي اتش فاليو اللي موجودة في الفلويد تاعت الاستومك والبي اتش فاليو تاعت الفلويد اللي موجودة بالانتستين، في عندي اذر فاكتر انتي اكسترنال فاكتر ممكن تأثر عليها، منها مثلا كمية الفود ونوعية الفود اللي ممكن يكون موجودة عندي بالفاريبل تو بارت عون الدايجستيف سيستم بالاستومك والانتستين. كيف؟ هلا ان جنرال الاستومك ان جنرال الاستومك لما بتكون عندي امتي يعني ما فيش بريزنس اوف ذا فود فيها، بلاحظ انه الفلويد اللي موجوده بالاستومك هي عباره عن كومبليتلي هاي اسيدك انفايرمنت، اولموست البي اتش فاليو تاعتها بتكون عندي اقل من 3 اللي هي اكزاكتلي بتساوي عندي تقريبا 1.2. تمام، هذا في حاله ايش؟ في حاله الابسنس اوف ذا فود. هلا اذا وجد فود بالاستومك هلاحظ انه قيمة البي اتش فاليو لن تبقى في اللور رينج تاعها اللي هو 1.2 هذا اللي انا حكيت فيه، وانما حترتفع above ال 1.2، لكن ما بقدر اعطيها specifically value لانه هذا زي ما حكيت بيعتمد قديش كمية الفود ونوعية الفود اللي راح تكون موجودة عندي في منطقة الاستومك area. تمام؟ تمام دكتور. Again also في عندي other external factor ممكن يأثر عندي على قيمة الـ pH value اللي موجودة بالإنتستين والإستومك اللي هي قديش كمية الفلويد أو نوع الفلويد اللي بياخدوا عادة البيشنت مع الابليكيشن أو الادمينستريشن تاع solid dosage form. كمان هون هلأ النوعية وقديش الكمية من الفلويد هاد رح تيجي تأثر على قيمة الـ pH value في الاستومك فلويد وأوصو في الانتستينال فلويد. تمام، هلأ إحنا إن جنرال لما بنيجي بنعمل الديسوليوشن تيست لحتى اعمل ديسوليوشن ميديا اسيميوليت الجاستريك فلويد او اسيميوليت الانتستينال فلويد، هعتبر انه انا عم بشتغل اندر ايديال كونديشن، يعني بمعنى انه انا لا عندي افكت لفلويد جاي من برا ولا عندي افكت لفود اوريدي كان موجود عندي بالباريبل بارت عن الدايجستيف سيستم. تمام؟ تمام. طيب هلا بناء على ذلك حسب الـ USB الـ dissolution media اللي حنستعملهم الـ media which is a simulating gastric fluid هي عبارة عن media which is الـ pH value تاعتها تعادل عندي 1.2، والمين component اللي بتدخل عندي فيها اللي هي عبارة عن combination من الصوديوم كلورايد والconcentrated HCl و deionized water والـ USB pharmacopoeia specify additional quantity of each one of those ingredients to making 1 liter of these media. هذا بالنسبة ل اللي هو الديسوليوشن ميديا تو اسيميوليت الجاستريك فلويد. هلا اذا بدي اعمل كاركترايزيشن للديسوليوشن تاع الدرج ان ميديا اسيميوليتنج الانتستينال فلويد اللي هي حددتها اليو اس بي اللي هي اعطتني فلويد ويتش قيمه البي اتش فاليو تاعتها تساوي 6.8 ميكتشر من البوتاسيوم داي هيدروجين فوسفيت والصوديوم هيدروكسيد والدي ايونايزد ووتر اللي هي كمان سبيسيفاي قديش الكوانتيتي تاعتها. طيب بدي اسالكم سؤال هلا according to what الفارماكوبيا تختار انه انا اعمل كرييشن للديسوليوشن تاع الدرج في جاستريك اسيميوليتد جاستريك فلويد او اسيميوليتد انتستينال فلويد؟ ها جاوب تفضلي. حسب نوع الدوزج فورم اصلا اذا كان ايميديت ريليز او انتريك كوتد. حسب نوع الدوزج فورم هل هو immediate release أو enteric coated؟ نور يعني أنت للأسف يعني بتذكري شيء وتنسي شيء أساسي. أنا حكيت أول المحاضرة أنا حكيت method 1 و method 2 تستعمل فقط لا غير to evaluate ال immediate release. تمام؟ immediate release ال enteric coated immediate release؟
لا لا، أنا قصدي إنه عشان إشي بالستومك وإشي بالإنتستين، هيك قصدي. لا هلا خليني أنا أرجع أفترض، خليني أرجع أفترض على القاعدة الصحيحة. أنا استثنيت الإميديات ريليز من البداية، استثنيت آسف اللي هي الموديفايد ريليز من البداية، تمام؟ تمام. طيب هلا سألت أنا عندي إميديات ريليز دوزج فورم، عندي إميديات ريليز دوزج فورم. أيوة يا رامي، أيوة يا رامي دكتور، حسب وين الدرج بيصير له ابزوربشن؟ بالضبط، حسب وين الدرج فعليا معمول عليه ستادي بيصير له ابزوربشن، بناء عليه البروتوكول او المونوجراف تاع الفارماكوبيا بيحدد عنا انه الميديا السوليوشن ميديا لازم تكون عندي اسيميوليتد جاستريك فلويد او اسيميوليتد انتستينال فلويد، تمام؟ تمام دكتور. طيب نرجع لموضوعنا، هذا كان بالنسبة عندي للفاكتر اللي هي بتأثر على الكونسنتريشن تاع الدرج في قلب الجي اي فلويد. هلا انا حكيت في عندي فرع اخر من الفيزيكو كيميكال فاكتر اللي هي بتأثر دايركتلي على الابزوربشن تاع الدرج. هلا الفاكتر اللي بتأثر دايركتلي على الابزوربشن تاع الدرج اللي هي بتتمثل عندي بثلاثة فاكتر اساسية، البي اتش بارتيشن هايبوثيسيس تاعت الدرج ابزوربشن، والليبيد سوليوبيليتي تاعت الدرج، والمولوكيولار سايز تاع الدرج، والنمبر اوف هيدروجين بوندينج اللي ممكن يعملها الدرج. سو اكوردنج لا الفاكتور اللي بتاثر على الابزوربشن، اصبح انا الابزوربشن والبايو افيلابيليتي تاعت الدرج بيزيكلي في عندي 5 مين كاركترستيك للدرج مباشره بتاثر على الابزوربشن اللي هي حتاثر بدور على البايو افيلابيليتي، اللي هي تشمل الديسوسيشن كونستانت تاع الدرج الذي يعرف بالبي كي اي تاع الدرج، لانه الديسوسيشن كونستانت تاع الدرج فعليا راح يحدد عنا وجود تشارج على الدرج ستراكشر. تشمل اولسو الليبيد سوليوبيليتي تاع الدرج، المولكيولار ويت تاع الدرج، النمبر اوف هيدروجين بوند اللي ممكن يعملها الدرج، والكيميكال ستابيليتي اولسو تاع الدرج، تمام؟ تمام دكتور. طيب هلا بالنسبة عندي لا الليبيد سوليوبيليتي والديسوسيشن كونستانت تاع الدرج، الليبيد سوليوبيليتي والديسوسيشن كونستانت واي ات از امبورتنت فور ديترمينيشن اوف ابزوربشن اللي هو حيحكم البايو افيلابيليتي، لانه ببساطه الابزوربشن تاع الدرج ممكن حدا يعرف لي اياه عباره عن ايش؟ الابزوربشن تاع الدرج ممكن حدا يعرف لي يعني ايش؟ ايش يعني بروسيس الابزوربشن؟ ايش يعني بروسيس ابزوربشن؟ ها ايش يعني ابزوربشن؟ ايش يعني ستيج الابزوربشن من الفارماكوكاينتيك؟ من وين لوين بنتقل الدراج؟ جاوبي يا نور. انتقال الدرج من السايت اوف ادمنستريشن للبلد ستريم. انتقال الدرج من السايت اوف ذا ادمنستريشن تو انسايد البلد ستريم، تمام. هلا الدرج لما يجي ينتقل عندي من السايت اوف ادمنستريشن، هذا معناها انه الدرج رح يجي يعبر عندي على السيل ممبرين، وبعد هيك من على السيل ممبرين اللي هي عباره عن السيل ممبرين تاع الميوكوزا تاعت الانتست تاعت الجاسترو انتستينال تراكت رح يعبر تو انسايد البلد سيركوليشن، صح؟ صح دكتور. تمام، لذلك فعليا انا لما احكي انه انا عم بدرس عندي هون ريجاردنج فاكتور من الدرج بتاثر على الابزوربشن من الجاسترو انتستينال تراك، معناه انا بيزيكلي هون بيهمني فعليا الاستراكشر تاع السيل ميمبرين اللي بيصير ديفيوجن للدرج من خلاله لبين ما يوصل تو انسايد السيستماتيك سيركوليشن. بما انه الدرج راح يعبر بالبدايه على السيل ميمبرين، على according للنيتشر تاع السيل ممبرين، السيل ممبرين هيدروفيليك اور لايبوفيليك ستراكشر؟ لايبوفيليك.
لايبوفيليك ستراكشر، لانه لو رجعت للاستراكشر تاع السيل ممبرين هو عباره عن باي لاير اوف ذا فوسفوليبيد يتخللها بعض الكربوهيدرات وسبيسيفيك تايب اوف ذا بروتين، لكن نسبه الفوسفوليبيد اللي موجوده هي اكثر بكثير من نسبه الكربوهيدرات والبروتين اللي موجوده في السيل ممبرين، لذلك يعتبر السيل ممبرين لايبوفيليك ستراكشر، وهو يوجوال عباره عن ثين ممبرين الثيكنس تاعته بتتراوح تقريبا ما بين حوالي 70 الى 100 ديجري أنكسر. لكن نحن حاليا اللي بيهمني تركزوا عليه انه انا المين كاركترستيك تاعت السيل ميمبرين انه هو عباره عن لايبوفيليك ستراكشر، تمام؟ تمام. هلا الدراج لما بيجي بيعبر من خلال السيل ميمبرين، هذا معناه انه الدراج عندي بده يعبر فعليا من خلال الابيثيليوم سيل اللي موجوده على تركيبه السيل ميمبرين اللي هي الميوكوزا تاعت الجاسترو انتستينال فلويد، صح؟ صح دكتور. تمام. هلا الدراج لما يجي يعبر، الدراج لما يجي يعبر من خلال الابيثيليوم تيشو اللي موجودة في تركيبة الميوكوزا تاعت الجاسترو انتستينال تراكت، بيعبر بواحد من طريقتين، يا إما بيعبر بارا سيليولر يا إما بيعبر ترانس سيليولر، صح؟ صح دكتور. تمام. ما معنى إنه يعبر ترانس سيليولر؟ إيش يعني يعبر ترانس سيليولر؟ ايش يعني دكتورة؟ يعني بفوت بقلب الجدار الخلوي، يعني بمعنى انه الدراج فعليا راح يصير له ديزولفنج في الليبيد كونتنت تاعت الميوكوزا تاعت الجاسترو انتستينال تراكت ويخترقها اختراقا، تمام. هلا الباراسيلولار يعني ايش؟ الباراسيلولار يعني ايش؟ يعني ايش باراسيلولار؟ بيعبر بين الخلايا، مش بيصير له ديزولف انسايد السيل. معناها انه الدراج تاعي راح يعبر فعليا في الجاب او الجنكشن الموجوده ما بين خليه وخليه اخرى موجوده عندي في تركيبه السيل ميمبرين، تمام. نرجع نستذكر دكتور، يعني ما بدخل قلب الخليه؟ نعم، يعني ما بدخل قلب الخليه؟ لا ما بدخل. هلا لما احكي ترانس سيليولار بيخترق الخليه. كيف بيخترق الخليه؟ يعني بيجي بيدوب عنا بالليبت كونتنت اللي موجوده في الخليه وبصير له ترانسفورميشن. هون الخليه تاعتي خليه وخليه ثانيه بيكون في جاب موجود ان بتوين الخلايا هاي الابيثيليوم سيل اللي موجوده عندي على الميوكوزا، تمام؟ تمام. هلا بيجي الدرج في الباراسيلولار، حيعبر باراسيلولار، حيعبر من خلال الجاب الفراغ هذا اللي موجود بين الخلايا، مش حيخترق الخليه. طب هيك كيف بياثر اذا ما دخل لقلب الخليه؟ كيف حياثر اذا ما راح لقلب الخليه؟ في حدا يرد على سؤالها؟ مين اللي بتسال؟ بتول؟ لا دكتورة لميا. لميا، الدراج عشان يعطي efficacy inside the body هل يكفي انه يصير process absorption للدراج؟ لا. شو لازم يصير؟ نروح على الدم اكيد. نعم، يروح على الدم. طب ما انت بالابزورشن لميا، عفوا، حكيتي سالت قبل شوي ونور عرفت لك الميثود تحت الابزورشن، انتقاله من السايت الادمنستريشن تو انسايد البلاد سيركيليشن. هل هذا يعني انه بمجرد ما الدراج وصل على البلاد سيركيليشن خلص المفروض انه هذا الدراج يعطي فارماكولوجيكال اكشن؟ هاي رامي. لا دكتوره. هاي نور. نور شو لازم يصير؟ لازم يصير له ديستريبيوشن 100% بعد الابزوربشن، لازم يصير للدراج ديستريبيوشن. اذا ما دخل الدراج تاعي بالفيز تاع الديستريبيوشن مستحيل انه هو يعطي فارماكولوجيكال اكشن نهائيا انسايد ذا بودي. نور عارفين لها لميا شو هو الديستريبيوشن؟ ينتقل الدراج من وين الى وين؟ راح ينتقل الدراج من البلاد ستريم للسايت اوف اكشن.
100%. اذا انا عشان يعطي افكت لازم الدراج تاعي بعد ما وصل للبلاد ستريم، البلاد ستريم هون جست اونلي بده يشتغل عندي از ترانسبورتيشن او ترانسبورتر، بده يحمل البارتيكل تاعت الدراج يوصلها للسايت اوف اكشن لحتى يلاقي المين ريسبتر اللي بده يتفاعل معها لحتى يعطي فارماكولوجيكال اكشن. تمام يا لميا؟ تمام دكتور. اذا انا فعليا هون كونه انه صار ابزوربشن لا يعني هذا انه بده يصير عندي افكت للدرج. انا هون فعليا الابزوربشن تاع الدرج، نعم الكميه تاعت الدرج اللي حيصير لابزوربشن اللي حتوصل تو انسايد ذا سيستماتيك سيركيليشن راح تيجي تحكم قديش الكميه اللي راح يصير لها ديستريبيوشن، وبالتالي راح تحكم عندي مقدار الافكس اللي حيعطيني اياها للدرج. تمام؟ تمام. وصلتك الفكره؟ اكيد هاي اكيد. تمام. هلا بالنسبه عندي لا نرجع لموضوعنا احنا، بالنسبه عندي لا الميثود تاعت الترانسبورتيشن تاع الدرج، الترانسبورتيشن تاع الدرج باي او الديفيوجن تاع الدرج ثرو السيل ميمبرين بصير عندي بيزيكلي باي تو تايب اللي هي الباسيف ترانسبورت والاكتيفيتد ترانسبورت، وهذا الكلام درسناه سابقا لما غطينا التشابتر تاع الديفيوجن. حكينا في الباسيف ترانسبورت اللي هو بيشمل عندي جاست اونلي السمبل باسيف ديفيوجن، انتقال الدواء تلقائيا من الاريا تاعت التركيز العالي الى اللي هي اوتسايد اوف ذا سيل ميمبرين الى الاريا تاعت التركيز الاقل اللي هي انسايد السيل ميمبرين. واوسو الباسيف ترانسبورت بتشمل عندي الفاسيليتيتد ديفيوجن اللي هي بينتقل مع اتجاه الكونسنتريشن جريدينت، لكن اللهم انه الدرج لازم يركب عندي على سبيسيفيك بروتين كارير موجود على تركيبه السيل ميمبرين وينتقل من الاريا ذات التركيز الاقل التركيز العالي الى الاريا ذات التركيز الاقل. اما النوع الاخر من الترانسبورتيشن تاع الدرج ثرو سيل ميمبرين اللي هي الاكتيفيتد ترانسبورت، الاكتيفيتد ترانسبورت الدرج عندي هون راح يركب عندي على بروتين ميدييتر اللي هو عباره عن سبيشلايزد بروتينات بيكونوا زي ما حكيت موجودين على السيرفيس تاع السيل ميمبرين، ولكن اكتيفيتد لانه هذا التايب اوف الترانسبورتيشن يحتاج الى انرجي لانه فعليا عم بنقل عندي الدرج اجينست الكونسنتريشن جريدينت اللي هو عم بنقل عندي الدرج فعليا من الاريا ذات التركيز العالي انسايد عندي اللي هي السيل ميمبرين للاريا ذات التركيز اللي هي الاقل اللي بتكون عندي اوتسايد اوف ذا ميمبرين. تمام؟ تمام دكتور. طيب هلا بيزيكلي لما عدت الفاكتور اللي بتاثر عندي على الابزوربشن تاع الدرج مباشره حكيت اللي هي بتتمثل عندي بقيمه البي كي اي تاعت الدرج اللي هي الديسوسيشن كونستانت تاع الدرج والليبيد سوليبيليتي تاعت الدرج. تعالوا انا وياكم نعرف كيف الديسوسيشن كونستانت والليبيد سوليبيليتي تاعت الدرج راح تيجي تاثر عندي فعليا على البروسيس تاعت الابزوربشن تاع الدرج اللي هو حياثر على البايو افيلابيليتي تاعت الدرج. هلا بالنسبه للليبيد سوليبيليتي تاعت الدرج واولسو الديسوسيشن كونستانت تاع الدرج اللي هو يتمثل عندي بقيمه البي كي اي تاعت الدرج، الاثنين هدول فعليا بتحكمهم عندي قيمه البي اتش فاليو تاعت الابزوربشن سايت تاع الدرج. تمام؟ تمام دكتور. يعني كاني صرت احكي بالاخير انه فعليا الابزوربشن تاع الدرج من على الميوكوزا تاعت الجاسترو انتستينال تراك بيحكمها الى الان ثلاثه فاكتور اللي هي الديسوسيشن كونستانت تاع الدرج واوسو الليبيد سوليبيليتي تاعت الدرج وقيمه البي اتش فاليو من على الابزوربشن سايد. تمام؟ تمام. تمام. نرجع نعرف ليش الديسوسيشن كونستانت والليبيد سوليوبيليتي بتحكمهم قيمه البي اتش فاليو من على الابزوربشن سايت، لانه فعليا انا لما حكيت على تركيبه السيل ميمبرين قبل شوي اتفقنا انه السيل ميمبرين لايبوفيليك كومبارتمنت اور هيدروفيليك كومبارتمنت. لايبوفيليك دكتوره. تمام. اذا طبيعي جدا اذا الدرج بده يصير له ديفيوجن، اذا الدرج بده يصير له ديفيوجن سمبل ديفيوجن ثرو السيل ميمبرين يفترض انه هذا الدرج يكون له كاركترستيك سيميلر للكاركترستيك تاعت السيل ميمبرين، صح؟ صح دكتور. تمام. هلا بما انه احنا اتفقنا انه السيل ميمبرين لايبوفيليك، اذا يفترض بالدرج اللي لازم يعبر من على السيل ميمبرين يكون لايبوفيليك اور هيدروفيليك. لايبوفيليك.
لازم يكون عندي لايبوفيليك. حلو، بما انه يفترض بانه الدرج يكون عندي لايبوفيليك، هل يفترض معناه انه هذا الدرج يكون ايونايزبل فورم اور ان ايونايزبل فورم؟ ان ايونايزبل، ان ايونايزبل فورم، لانه طبيعي جدا الايونايزبل فورم فعليا ما راح يدوب عندي في الليبيد، انسوليبل بالليبيد، وانما الان ايونايزبل فورم هو عباره عن الفورم بتاع الدرج ويتش سوليبلايز بالليبيد، فبالتالي لانه بيكون له نفس اللايبوفيليسيتي ديجري بتاعه السيل ممبرين يستطيع انه يصير له باسيف ديفيوجن ثرو السيرفيسز بتاع السيل ممبرين. حلو، انا اعطيتكم السلسله كامله، تمام. هلا الديجري بتاع الايونايزيشن تاع الدرج، الديجري تاع الايونايزيشن تاع الدرج، شو بيزيك اللي بيحكمه inside the body؟ البي اتش، البي اتش تاعت الفلويد اللي موجودة في specific part من، خليني احكي digestive system، اللي موجودة عندي في digestive system، لانه هتعمل control للايونايزيشن، هتعمل control فعليا للdissociation تاع الستركتشر تاع الدرج، صح؟ صح دكتور. تمام، اذا معناها الخلاصه بالاخير اصبح كانه انا عم بحكي انه انا في عندي علاقه مباشره ما بين قيمه البي اتش في الابزوربشن سايت وما بين الدجري تاع الايونايزيشن تاع الدرج اللي موجود في الدايجستيف سيستم، اللي هو بيزيكلي راح يجي ياثر مباشره على ايش؟ راح ياثر عندي مباشره على قيمه الاماونت تاعت الدرج اللي بيصير لها ابزوربشن ثرو السيل ممبرين، صح؟ صح دكتوره. تمام، هلا فعليا الايونايزيشن هات تاع الدرج، هلا معظم الدرج الكل بيعرف by the nature، كمان هاي مش معلومة جديدة حكيت فيها سابقا، معظم الدرج by the nature بيجوا عبارة عن weak electrolyte structure اللي هم عبارة عن salt of weak acid أو salt of weak base substance، صح؟ صح دكتور. تمام، هلأ الionization degree تاعت الweak acidic electrolyte أو الweak basic electrolyte basically اللي بيحددها أو بيعطيها indication هي قيمة dissociation constant وقيمة pH value at the absorption site زي ما أوردت مسبقا، تمام؟ تمام. حلو، إذا أنا أصبح basically في عندي relationship قائمة ما بين الدجري تاع الionization of weak electrolyte drug وما بين الاكستنت تاع الابزوربشن تاع هذا الدرج اللي هي عباره عن البيزك كونسبت لسبيسيفيك هايبوثيسيس تعرف بالبي اتش بارتيشننج هايبوثيسيس تاع الدرج فور الابزوربشن، تمام؟ تمام. حلو، اكوردنج تو ذيس هايبوثيسيس، اكوردنج تو ذيس هايبوثيسيس، نيجي نلخص كل اللي انا حكيت لكم اياه. اكوردنج تو ذيس هايبوثيسيس، هاي الهايبوثيسيس ستيت ذات إنه فعلياً الجاسترو انتستينال إبيثيليوم اللي هي لايبوفيليك باي ذا نيتشر تعتبر المين ليبيد بارير فور الدرج ابزوربشن من الجاسترو انتستينال تراك ويتش از الدرج هيعبر من خلالها باي البروسيس بتاعت الباسيف ديفيوجن، تمام؟ تمام دكتور. اكوردنج اجين to this hypothesis, according to this hypothesis, only the drug which is lipid soluble will be passed across the epithelium تاع gastrointestinal tract. Okay? Okay, دكتورة. واللي بيحكم according كمان concept تانية اعتمدتها هاي ال hypothesis إنه اللي بيحكم عندي the lipid solubility تاع الدرج هي عبارة عن a degree تاع الionization تاع ال weak electrolyte drug، لأنه حسب هاي ال hypothesis
فعليا just only the unionized form من الدرج اللي هو unionized form من الويك أسيد أو الويك بيزك الدرج اللي إله high lipid solubility سوف يعبر by the passive diffusion through the epithelium تاعت الgastrointestinal tract. أما بالنسبة للionizable form من الدرج اللي هو poor lipid soluble لن يستطيع انه هو يعبر, which is mean that انه الابيثيليوم تحت الجاسترو-انتستينال تراك it is impermeable for such ionizable form of the drug. تمام؟ تمام دكتورة. طيب بالنسبة عندي لهاي الهايبوثيسيس, بالنسبة لهاي الهايبوثيسيس فعليا اصبح عندي هون basically كأنه أنا عم بحكي إنه الأبزوربشن تاع الويك إلكترولايت رح يجي يحددوا عندي قديش الإكستنت تاعت الدرج اللي بتكون موجودة إن الأنيونيزبل فورم في السايت أوف أبزوربشن, لأنه الإكستنت تاعت الأنيونيزبل فورم اللي موجودة في السايت تاع الأبزوربشن هي اللي رح تحدد قديش الإكستنت تاع الدرج which is lipid soluble which is can be passed through the epithelium تاعت الgastrointestinal tract. تمام؟ تمام؟ تمام دكتور. يعني بمعنى آخر أنا الخلاصة اللي طلعت منها هاي الهايبوثيسيس كأنها بتحكي إنه الدرج عشان يصير له absorption من على الميوكوزا تاعت الgastrointestinal tract لازم يكون الدرج موجود in which form, ionizable or non-ionizable form? In non-ionizable. لازم يكون موجود in non-ionizable form because it is highly lipid soluble. تمام؟ تمام دكتور. تمام. اسمعوا هلا. أنا فعلياً الأبزورشن تاع الدرج في الدايجستيف سيستم حسب هاي الهايبوثيسيس أصبح ممكن يصير بتو أريا بالدايجستيف سيستم, يا إما رح يصير من على الاستومك يا إما رح يصير من على الانتستين. هلأ فعلياً في منطقة الاستومك, في منطقة الاستومك الدرج اللي بيكون له قيمة BKA 3 يعني dissociation constant تاعته تساوي 3, الدرج هذا يعتبر عندي weak acidic drug صح؟ صح دكتورة. تمام. هذا الويك أسيديك درج كونه ويك أسيديك درج ستراكشر المفروض يصير له ايونيزيشن بلو بي اتش ولا هاي بي اتش؟ بالهاي بي اتش. بالهاي بي اتش ليه؟ لانه يوجوالي عاده الدرج بيصير له ايونيزيشن في ميديا بيكون لها قيمه بي اتش فاليو عكس النيتشر تاعها. حكيت انه الدرج اسيدك صح؟ اذا عشان يصير له ايونيزيشن لازم الدرج يكون موجود في ايش؟ ببيزك ميديا. لازم يكون موجود ببيزك ميديا. تمام. هلا الدرج هذا اللي هو ويك اسيدك درج قيمه البي كي اي تاعته 3, اتفقنا اسيدك درج عشان يصير له ايونيزيشن معناه لازم يكون اتفقنا يكون موجود عندي ببيزك ميديا, معناها الدرج هذا اللي هو الويك اسيديك درج راح يصير له ديسوسيشن ايونيزيشن بالاستومك ولا بالانتستين؟ بالانتستين. راح يصير له ايونيزيشن بمنطقه الانتستين, وحسب البي اتش بارتيشننج هايبوثيسيس فعليا هذا الدرج 99.98% منه راح تكون ايونايزد في الانتستينال فلويد اللي لها قيمه بي اتش فاليو تعادل 6.8, وراح يكون عندي نسبه 98.4 منه ان ايونايز بالجاستريك فلويد اللي هي قيمه البي اتش فاليو تاعتها تعادل 1.2. هذا مين, اسيدك ولا بيزك دراج؟ الاسيدك دراج. تمام. هلا على الطرف المغاير لو انا عندي ويك بيزك دراج, ويك بيزك دراج قيمة البي كي اي تاعته ديسوسيشن كونستنت تاعته تساوي 5. تمام؟ تمام دكتور. تمام. هلا الويك بيزك دراج هذا ديسوسيشن كونستنت تاعته تساوي عندي 5, بما انه بيزك دراج المفروض يصير له ايونيزيشن وين, باسيدك انفايرمنت ولا بيزك انفايرمنت؟ بالاسيدك دكتوره.
الاسيديك انفايرومنت. اذا حسب البي اتش بارتيشننج هايبوثيسيس راح يصير ايونايزيشن للدرج بالاستومك ولا بالانتستين؟ بالاستومك. 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 يس مزبوط. حسب البي اتش بارتيشننج هايبوثيسيس 99.9 من هذا الدرج راح يكون ايونايزبل في البي اتش تاعت الاستومك 1.2، ولكن راح يبقى منه 98.4% ان ايونايزبل فورم في الانتستين الفلويد اللي هي لها قيمه بي اتش فاليو تعادل 6.8. تمام. تمام. هلا النسبه هاي كيف تم حسبتها؟ ببساطه بتتذكروا لما اجينا درسنا نفس الهايبوثيسز هاي في التشابتر تاع الديفيوجن، مشان حكينا ممكن نعمل موديفيكيشن للهندرسون هاسبلش اكويجن لحتى احسب منها البرسنتج اوف ايونايزبل للنن ايونايزبل فورم تاع الدرج. دكتوره اللي هي في حاله الاسيديك درج الإكويجن اللي بحسب منها البرسنتج تاعت الايونايزبل للنن ايونايزبل قيمة البي اتش تاعت الانفايرومنت ناقص قيمة البي كي اي تاع الدرج تساوي لوج الايونايزبل فور من الدرج على الكونسنتريشن تاع الان ايونايزبل. هذا في حالة الويك اسيد. هذا في حالة ايش؟ الويك اسيد. تمام. تمام دكتورة. في حالة الويك بيز الإكويجن اللي بحسب منها البرسنتج تاعت الأيونايزبل والأن أيونايزبل هي قيمة البي كي اي ناقص بي اتش. لاحظوا حكيت لكم هاي المعلومة لما درسنا الإكويجن في الديفيوجن تشابتر، مع الأسيد بي اتش ناقص بي كي اي، مع البيز بعكسها بتصير قيمة البي كي اي ناقص قيمة البي اتش بتساوي عندي لوج الكونسنتريشن تاع الأيونايزبل فور من البيز على الكونسنتريشن تاع الأن أيونايزبل فور من الويك بيزك درج. تمام. تمام دكتور. طيب هلا according to this hypothesis هذا يعني اتفقنا الخلاصة بالأخير إنه الويك أسيديك درج راح يصير له absorption من وين؟ من الاستومك. الويك أسيديك درج راح يصير له absorption من الاستومك. ليش من الاستومك مش من الانتستين يا نور؟ لأنه راح يكون على شكل الأن أيونايزد 100%، لأنه الهايبوثيسيس بتعتمد أنه أنا عندي الأبزورشن بيعتمد على الأن أيونايزد إكستنت تاعت الدرج. تمام. والويك بيزك الدرج رح يصير له أبزورشن من وين؟ من الاستومك. رح يصير له أبزورشن من الاستومك. بحب أحكي لكم وحكيت هاي المعلومة سابقا أنه هاي الهايبوثيسيس مش صحيحة. ليه؟ لأنه كتير من الأدوية الإيذن الأسيديك درج فعلياً بصير له absorption من على الانتستينال area بالرغم من إنه الإكستنت تاع الأيونايزبل فورم منها بيكون عندي عالي جداً في الانتستينال environment. تمام؟ تمام دكتور. ليه؟ لأنه ببساطة الـ pH partitioning hypothesis اعتمدت على إنه عملية الأبزوربشن تاع الدرج فقط لا غير اللي بيحددها فاكتر واحد اللي هو عبارة عن الإكستنت تاع الأيونايزيشن، بينما أهملت أذر فاكتر تانية فعليا ممكن تأثر عندي على الريت تاع الأبزوربشن اللي هي تعتبر جزء من الليميتيشن تاعت البي اتش بارتيشننج هايبوثيسيس. من أهم هذه الليميتيشن يعني الأشياء اللي استثنتها البي اتش بارتيشننج هايبوثيسيس واللي كانت فعليا حقيقة هي المور دومينانت ذان الإكستنت تاع الأيونايزبل فورم اللي راح تحكم الأبزوربشن، منها مثلا البي اتش بارتيشننج هايبوثيسيس نوت كونسيدر قديش السيرفيس اريا ديفرنسز ما بين الجاستريك اريا والانتستينال اريا. تمام. تمام دكتور. تمام. هلا احنا كنا لما نيجي نقارن ما بين عندي مقدار السيرفيس اريا اللي موجوده بالانتستين والسيرفيس اريا تحت الاستومك، مين له سيرفيس اريا اكبر، الانتستينال اريا ام الاستومك اريا؟ الانتستين دكتور. اذا كونه انا عندي بالانتستينال اريا لارج سيرفيس اريا which is available for absorption even الاسيديك درج لو كان له هاي اكستنت اوف ايونايزيشن في منطقه الانتستينال اريا، الى ان كبر السيرفيس اريا تاع الابزوربشن سايت في الانتستينال اريا راح يجي يعادل الافكت تاع الايونايزيشن تاع الاسيديك الويك اسيديك درج بالانتستينال اريا، وبالتالي ميل اللي راح يصير ابزوربشن للاسيديك درج من الانتستينال اريا. تمام.
تمام دكتورة. اوكي الاذر فاكتور غير السيرفيس اريا also هلاحظ انه انا لما اجي اقارن ما بين الريزيدنس تايم تاع الاستومك والريزيدنس تايم تاع السمول انتستين، ما معنى ريزيدنس تايم؟ ما معنى ريزيدنس تايم؟ ما معنى ريزيدنس تايم؟ رامي دكتورة معي ايش يعني ريزيدنس تايم؟ هلا انا الفاريبل بارت عن الدايجستيف سيستم لهم ريزيدنس تايم، عندي ريزيدنس تايم للستومك وعندي ريزيدنس تايم للسمول انتستين وعندي باي ذا واي ريزيدنس تايم لللارج انتستين اللي هي الكولون اريا. شو يعني ريزيدنس دكتورة؟ يعني فترة مكوث الدواء بالجزء هذا من الجي اي 100%. هلا الريزيدنس تايم عندي هون اعني فيها قديش الفتره التي يبقى فيها الدوزج فورم اللي هو بيشمل الدرج عندي في سبيسيفيك بارت من الدايجستيف سيستم. هلا انا لو اجيت اقارن الريزيدنس تايم بين الاستومك والريزيدنس تايم تاعت السمول انتستين في منطقه الاستومك، في منطقه الاستومك الريزيدنس تايم تاعت السوليد دوزج فورم، طبعا باي ذا واي بحب احكي لكم كمان انه الريزيدنس تايم عندي هون بده يتاثر عندي باذر فاكتور مثل مثلا الفود الديزيز ستيت، بتاثر عندي اولسو بالاماونت تاعت الفلويد اللي ممكن تكون موجوده عندي بالفاريبل بارت. لكن انا احكي افترض انه انا تحت ايديال كونديشن، لا عندي فود ولا عندي فلويد ولا عندي ديزيز، الريزيدنس تايم اندر نورمال كونديشن تاعت الاستومك تاعت الاستومك almost تتراوح عندي ما بين تقريبا 2 إلى 3 hour. أما الريزيدنس تايم تاعت الانتستين، الريزيدنس تايم تاعت الانتستين almost عندي بتتراوح تقريبا ما بين حوالي 6 إلى تقريبا حوالي 8 ساعات. مين إلو ريزيدنس تايم أطول؟ الانتستين دكتورة، الانتستينال اريا. تمام. هلا بلس كمان انه انا فعليا عندي شيء بسميه المايكرو كليمات بي اتش في الانتستينال اريا. شو يعني مايكرو كليمات في الانتستينال اريا؟ هلا انا لما اجي على الاستراكشر تاع الانتستينال اريا، هاي هي منطقه الانتستينال اريا. تمام. هلا في الانتستينال اريا بلاحظ انه انا في عندي السيرفيس تاع الميوكوزا اللي موجود على اللينينج تاع الانتستينال ابيثيليوم سيل، وفي عندي أبط هاي الابيثيليوم ميوكوزا بيكون موجود عندي إشي بسميه اليومن، صح؟ اللي هو نقطة التلاقي ما بين الاستومك والانتستين، صح؟ صح دكتور. تمام. السيرفيس تاع الميوكوزا اللي موجودة على الانتستين له قيمة بي اتش فاليو و also قيمة اليومن اللي هو في التلامس مع السيرفيسز تاع الميوكوزا له other value of pH value. تمام؟ تمام دكتورة. تمام. هلا هلاحظ انه قيمة ال pH value، قيمة ال pH value تاعت السيرفيس تاع الميوكوزا تاعت الانتستين اقل من قيمة ال pH value تاعت ايش؟ تاعت اليومن كونتنت اللي هي بتكون ان دايركت كونتاكت مع السيرفيسز تاع الميوكوزا. تمام؟ تمام. هذا بسميه عندي مايكرو، مثل ما حكيت لكم بسميه ايش؟ بسميه مايكرو كليمات بي اتش. هلا نتيجة المايكرو كليمات بي اتش واللونج ريزيدنس تايم في منطقة الانتستينال اريا، هلاحظ انه الابزوربشن تاع الويك اسيديك درج من الانتستينال اريا اعلى من الابزوربشن تاع الويك اسيديك درج من منطقة الاستومك اريا. تمام؟ تمام. للأسف الشديد خلص معي التايم، فيش وقت إن أنا أكمل معاكم، بكمل في المحاضرة الجاية إن شاء الله. انطرح عليكم مواعيد المات. إيه دكتور نزل الجدول. مش العملي، بحكي النظري، نزل الجدول؟ نزل. طيب شفتوا الامتحان تاع الصيدلانيات متى؟ الامتحان طبعا
ما راح يكون الأسبوع الجاي، الأسبوع اللي بعد الجاي اللي هو بتاريخ 3/4 الامتحان، بتاريخ 3/4 الامتحان، تمام؟ لضيق الوقت، لضيق الوقت للأسف يعني كان المخطط إنه إحنا بعد ما نخلص chapter البيو availability هذا، يعني almost إن شاء الله محاضرة يوم الأحد بخلص هذا chapter وببلش بchapter تاني وراء اللي هو اللي transdermal delivery system، بس لضيق الوقت، لضيق الوقت يعني رح يشمل الامتحان فقط لا غير 4 chapter اللي هو رح يشمل chapter تاع الكيميكال كاينتيك، رح يشمل chapter تاع الكومبليكسيشن، الشابتر تاع الديفيوجن، والشابتر تاع البيو افيليبيليتي، تمام؟ تمام. تمام. اوكي، يعطيكم العافية. في حد عنده أي سؤال؟ دقيقة بس بدي أخذ حضور وغياب. في حد عنده أي سؤال؟ يعطيكم العافية.